احنا اليوم وسط لاكسيون ديال لاسبوار دي زيكول اللي كنمشيو فيها المدارس ديال المجال القروي، كنحاولوا نصبغوا المدرسه نقادوها نتراسيو تيران فوتبول، حيت كنشوفوا انه في المجال القروي كينعدموا التيرانات كتنعدم ماده التربيه البدنيه. كنحاولوا نتراسيو التيران نوفروا للدراري واحد لاسباس فين يلعبوا وفين يقراو زوين، نحببوهم في الدراسه بحكم ما اننا نيت اساتذه الغد كنجيو منها كنتلقوا تراسنا مع التلاميذ باش فاش نخرجوا ان شاء الله للخدمه نكونوا عارفين الامور كيفاش كتسير. حنا اليوم هنايا في تيم حضيت كنصبغوا المدرسه اللي كنقادوها كيف ما شفتوا، جايبين معنا كتوبه باغيين نديروا ان كوانت ليكتور للدراري باش يبداو يقراو، وغنتراسيو التيران اللي غنضموا فيها تورنوا ديال الكره بميداليات بكيسان. عندنا انشطه ترفيهيه، حملات تحسيسيه للدراري مثلا حول نظافه الاسنان واسعافات الاوليه. ومهم هادشي كامل كنديروه حبا حيت كيعجبنا هادشي هذا، وحنا طلبه كاملين متحمسين وكيعجبنا نسافروا لهاد المناطق فحال هكا ونعاونوا الناس ونزرعوا بسمه امل في وجوه الدراري الصغار. حنايا طلبه المدرسه العليا الاساتذه اللي كاينه في مارتشيل وفي نفس الوقت اعضاء في نادي رواد المغرب الشباب، حنا بيناتنا النادي ديالنا دايرين به مجموعه من الاعمال الخيريه تنهدفوا به اننا نديروا اعمال انسانيه وخيريه ومشاريع مستديمه ومقاولات صغرى. وبحكم اننا حنايا طلبه المدرسه العليا الاساتذه يعني اساتذه الغد والمستقبل، كنحاولوا اننا نهدفوا بشكل خاص على المساله على المدارس نخدموا عليهم، خصوصا المدارس ديال المجال القروي، على الاقل نرسموا بسمه امل في وجوه الاطفال ونحاولوا على الاقل نحبوهم ونقربوهم من المدرسه باكثر حاجه نقدروا نديروها كطلبه. مع الناس زعما ما عندناش مدخول اللي حنا نحطوا ولا داكشي، حتى حنا كيصيفطوا لينا والدينا داكشي، علاش هاد القافله هادي طالعه من الدعم ديال شحال من واحد الا جيت نذكر السميه تنذكر بعدا غير زعما اللي باينين اللي هما الاداره ديالنا ديال الناس والرئاسه والاساتذه اللي عاونوا اللي تبرعوا باي حاجه. كما عرفتوا دابا فهاد قافله الامل مازال عندنا واحد الجامع ان شاء الله بنين المحسنين، حنا غنزيدو نفرشو نديرو ليه الزرابي ونديرو فيه مصاحف تما تكون صدقه جاريه لينا. قبل كنا درنا واحد وجبة محتاج غير دابا شي شهرين اللي كنا مشينا فيها للحوانت كنقول لهم زعما عطاونا التقضيه كما كانت، وحنا كان الهدف ديالنا هو نوكلوا ذوك الناس اللي في الزنقه مشان تيباتوا في الزنقه، مشينا طيبناهم في الدار بيناتنا كطلبه، مشينا طيبناهم وخرجناهم في بواطات ومشينا كنفرقوا على الناس في الزنقه، ومشينا عاوتاني لبن قريشنا واحد تطوان تاهي درنا فيها واحد المدرسه ايكولوجيه، مشينا غرسنا فيها الشجر صبغناها عطينا كضويه للدراري الصغار، وهذه ان شاء الله كما شفتوا راه تاهي غنصبغوا هذه المدرسه هذه الاقسام وداك الشيء ونفرقوا ان شاء الله قفوف غذائيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.